معانا ايضا على تليفون استاذ ايمن العيسوي رئيس الجاليه المصريه في روسيا. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني طمنا على المشهد الانتخابي في ظل انه اكيد الدنيا عندكم برد قارس بمعاييرنا احنا برضو، يعني ممكن تكونوا اتعودتوا عليه في روسيا. لا طبعا، هي طبعا الحمد لله. اولا بشكركم طبعا على المداخله. روسيا طبعا انت عارف حضرتك من اسقع بلاد العالم، درجه الحراره دلوقتي تكاد تكون 16 17، يعني ناقص طبعا تحت بالناقص. الثلج طبعا بقاله 3 ايام بكثافه جامده جدا، ولكن ده ما اثرش برضو على حضور الجاليه للسفاره المصريه للابناء بصفهم في الانتخابات، لان كل واحد عارف وحاسس ان ده حقه دستوري له، وحبه للوطن، لان حب الوطن ده اهم شيء في الدنيا. فجم امبارح تواجدوا على السفاره المصريه، وكانت السفاره استقبال رائع رائع رائع. وطبعا سياده السفير نزيه النجاري كان في استقبال الوافدين الأبناء بصوتهم. امبارح كان الإقبال حقيقي، يعني لأنه كان يوم عمل في روسيا، كان إلى حد ما ضعيف. طبعا النهارده كان الإقبال هايل جدا، لأنه أجازة، أنت عارف أجازة سبت وحد. وطبعا الملحوظ إن كان في أطفال شايلة علم مصر وبتردد كلمة تحيا مصر اللي كلنا بنرددها طبعا، وكان في معظم الناخبين شباب، ودي كانت حاجة كويسة قوي تدل على الوعي وعلى الثقافة، فكانت حاجة جميلة جدا. صحيح. ليه؟ لأنهم عاوزين يحسوا بالأمن والأمان، والمسيرة بأنها ماشية في خطاها السليم بعد ما شافوا الإنجازات معمولة في مصر، وشافوا الجمهورية الجديدة وحياة كريمة. فكل دوت طبعا كان ليه صدى عليهم كويس جدا، فجم يلبوا النداء. وانا بعتبر ديت رساله للخارج كله، يشوف الشعب المصري، يشوف ابناء الشعب المصري، يشوف حب الوطنيين والمواطنين لشعبهم مصر اللي هي ام الدنيا. ده شيء رائع. انا واثق كمان انه سياده السفير نزيه النجاري يعني اكيد مما لا شك فيه كما جرت العاده، انا اعرفه من وقت ما كان سافرنا في بيروت، أنه مشهود له بالنشاط وعنده قدرة مذهلة بصراحة على لم شمل الجالية. يعني تلاقي الجالية المصرية في بيروت أنا شفت بعناية، يعني قدراته الحقيقة أكتر من رائعة، والناس هناك كانت تحبه جدا، مش بس بقى أخواتنا أهالينا بقى المصريين، لكن كمان أشقائنا اللبنانيين كانوا يحبوه جدا. وأنا أتوقع أنه نفس الأداء اللي لم يكن بالتأكيد كمان أقوى موجود في روسيا. شدوا حيلكم، قلبنا معاكم في البرد والجليد المتساقط، ومنتظرين بإذن الله بكرة كمان المزيد من الإقبال، ولعل الأجواء تهدأ شوية عندكم في موسكو. كل الشكر أستاذ أيمن العيسوي رئيس الجالية المصرية في روسيا.